وين الشباب؟ السلام عليكم. نلبس شنطة يا شيخ. اهلا بكم في فترة الكوتش. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. مساء الخيرات. مساء السرور. منور. حلوة هذه، نورك. الله يسعدك. شو الأخبار؟ ما شاء الله. من اللي لعب لك في الإعدادات اليوم؟ وش في؟ في أحد لعب لك في الإعدادات؟ لا، الإعدادات طيبة الحمد لله، الأمور طيبة. لا، في عندك مشكلة. وش المشكلة؟ شوف، غالبا شفت اللمبة هذه؟ أيوه. إذا شفنا اللمبة مرتبطة ب، شوف الكنب. حلو. عادة إذا الكنب هذه الأرض مثلا هنا، فلما يكون عندك مطبخ في الزاوية هذه. أنت الحين من كل بستان زهرة خذيت سالفة لمبة على كنب على أرض. لا لا لا، شوف الحين هذا كنب صح؟ طيب أوكي. الآن إذا قلنا مثال هذا مطبخ. حلو. غالبا القهوة، يعني إذا جينا القهوة، في ناس تحب القهوة من فوق. لا، هذا مطر. طيب. بس إذا جيت مثال تسوي في 60 غالبا تخلط بالطريقة هذه. فإذا جبنا قهوة. طيب معليش، ممكن تعطيني خلاصة السالفة؟ خلاص السالفه، كيف حالك؟ انا بخير، انت بخير؟ الله يسعدك، شارك معنا في الكاميرا المخفيه. الله يسعدك. الله يحفظك يا رب. رخمتني. ايه لازم، هذه هي عاده. انا احب الخمنات. نعم. لا انت مو خصم. انت صديقي. كذا انت حبيبي. كيف البحر عموما؟ نحن هنا على شواطئ. ما معك نظاره الشيخ عشان نداوم زي بعض؟ انا اشوف السايل البحر وحركات. نعم، فاهم الحياه. اي ما شاء الله عليك. نعم، بس بيني وبينك الجو يعطي، يسمح بهذا اللبس. الجو يسمح بهذا، تعجبني اللبس. انا صراحه اختياراتك موفقه. نعم. دائما شوف الاختيارات الفنيه غالبا اذا جيت تشوف اللاعبين، انا احب العب 3-5-2 عشان اسيطر على وسط الملعب. انا بيني وبينك سوالفك يبغى لها قهوه صراحة. يلا تعال نداوم. انت معنا ولا معاهم عاده؟ مع الجماعة. شوف يقول لك الجبن مصنوع من الحليب. طيب. والهروب من المسؤوليه جبن، حلل وناقش. والله على حسب الجبن الاول والجبن الثاني. نعم، انت تبغى قهوه عربي ولا في 60؟ ابو جبن سايل. ما في مشكله. صرت تعرف تقول. ما شاء الله تبارك. يلا بسم الله. بسم الله. في هذه قهوه سوداء. ما في مشكله. ما شاء الله الشباب ما خلوا ولا شيء. شوف عاده القرنفل، والله جد هذه فائده جميله. تعال كابتن. سريلانكا كان في اطفال هنا. كوتش، ايه سريلاك هذا حق هذا. صراحة أنا آكل سريلاك في جدول الغذائي، تدري؟ مفيد؟ شوف القرنفل مفيد لرائحة الفم. ممتاز. بسم الله. خذ لك واحد. كذا بعدين تصير والأفضل منه اللي يسموه زي ال جين عشبة كذا زي النجم. زي النجم؟ ايه الحين أتذكرها، وش اسمها؟ شفت السيريلاك ما لها علاقة. ما لها علاقة أكيد. ما لها علاقة بالسيريلاك. لكن إيه. هذه قهوة. الله يا أخي بطل عليك. يا أخي رايع. يا أخي إيه عادي، أنت معنا، إحنا على الواقع. أعطني. طبعاً المشت شيخ اليوم يا منقذ. خلي نعدل. الشاهي الزرقاء ذي ها؟ أوكي. منور منور. أخبارك يا كوتش؟ والله تمام. أقول لك شيء. على طاري القرنفل عشان لا نطلع دعونا بدينا السهل، لأنك تشطح كثير. ما في مشكلة. تدري في معدين أسنان. شكرا على جرح الله. يبنون. شكرا على طحن الخواطر. الله. شكرا. أنا عشان أوجهك لبحر معين يا أخي، أنت غرقتنا يا أخي. الزبدة القرنفل ترى فيه بعض معدين. لا، في زيت زيتون. الزبدة ما في. يكونون منه. ما في مشكلة. طيب زيت زيتون، يلا نمشي الليلة. عيد لي القرنفل إيش يحطوه في القهوة؟ يحط بعض مكونات معجين الاسنان من القرنفل. شوف هو يقول لك القهوه للذين وصلوا. شكرا يا حب، يا جميل، يا روحي، يا عيني. انت احسن واحد. نعم، وانت كمان. بس انت احسن واحد. طيب اعطني تفضل كوتش. طبعا انا سعيد بك. انا ومنور. وكيف الحياه معك غالبا؟ والله الحياه طيبه الحمد لله. من اي ناحيه انت كويس؟ كل النواحي الحمد لله. نعم. شوف غالبا لما تلعب ب 3-5-2 راح تسيطر على وسط الملعب صح؟ طيب. انت واضح انك من النوع اللي يلعب 4-4-2، معناها انه عندك مشكل في الارتدادات. مش رايك نروح نسولف هناك واحنا جالسين نداوم هناك؟ واحد يداوم معي. يلا نقعد، ليش ما نقعد؟ يلا. انا شفتك هنا قلت يلا نكمل هنا. والله وجودك سعاده. تقهوى يا حبيبي. الله يعليش. اوه
الصبه متعوب عليها رغم انك طحنت خاطري مع البدايه. عليك خلينا نروح نكمل صبتنا هناك. يلا بسم الله. يقول الناظم العمري تذكر زمانا 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 في مره سويت لقاء مع دكتور في طب الاسره. حلو. الدكتور صالح الانصاري. اوه هذا مؤسس اتوقع حق المشي مشاة الرياضي. احسنت. يعني المشي والعادات السبع. ممتاز. وش يقول الدكتور؟ الله يسعدك. نبغى تمر حلا شيء، اي شيء داوم اعطونا.